دكتور مشرفنا ومنورنا والله، منوره سعيد بيك جدا حبيبي، باللقاء معاك. منوره بكل جماهير الزمالك الحلوه اللي هي انا عارف ان هي رجعت تتابع القناه دي بعد ما اغلب الناس كانوا عزفوا على انهم يتفرجوا على القناه. انا سعيد جدا بعوده الاقبال على القناه، وانا متاكد ان هي هتكون فعلا شيء يليق باسم الزمالك إن شاء الله.